أشواطة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. هذه الضوء التاسعة والحمد لله غادي تكون ضوء ناشطة وغادي يكون فيها برنامج اللي هو برنامج غني وهذه غادي تكون مناسبة باش يكون الملتقى ديال واحد العدد ديال الناس اللي كيحبوا الفرس وكتعرفوا بأنه الفرس خدا مكانته وكاين واحد الاستراتيجية اللي تنازلات على أرض الواقع منذ 2011 بحيث إلى مثلا الفرس البربري العدد ديال الزيادات تضاعف ثلاثة المرات وكاين واحد العدد المجهودات اللي تعملات في إصلاحات ديال الحرس وكذلك في مناطق ديال التدريب اللي غادي تحل في وزنيقة وحدة أخرى كاينة موجودة في الدار البيضاء. كل هذه استثمارات اللي هي جد مهمة اللي تساهم في يعني التمركز ديال الخيل وكنشوفوا بان الخيل الحمد لله بدا كيعطي نتائج اللي هي جد مهمه. فيه كذلك الفنون يعني التقليديه ديال الفروسيه اللي غادي تكون حاضره بقوه وكذلك واحد العدد داخل المهرجان كاين مهرجانات اللي هي كبرى فهذه مناسبه لتتميل القطاع لاظهار ما يوجد في القطاع والعمل والنشاط اللي كيعملوا به الفلاحه اللي كتعرفوا ان هذا القطاع تقريبا كيشغل الان 30,000 ديال العمان وكاين واحد الحب ديال الفرس. Nous avons chaque famille de pays vrai il y a un cheval le cheval fait partie de la famille donc c'est normal parce que le choix était porté sur le jida il est justifié mais depuis l'avènement de cet événement. في المباراة الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة واللي فيها حقيقة واحد تتكون في واحد المنافسة كبيرة بين هذه الدول هذه وكذلك تشارك فيها بواحد صفة جد مشرفة مربون مغاربة وكذلك مربون من أوروبا تكون عندنا كذلك واحد المباراة الدولية ديال الخيول البربرية وهذه المباراة هي الوحيدة من نوعها اللي ستنظم في واحد البلاد اللي هي مسقط الرأس ديال هذا النوع من الخيول. Il y a eu désignation d'une commission qui était plurielle, représentant plusieurs secteurs du cheval, qui a décidé du barème appliqué pour sélectionner le Sorban. Et pour cette année, nous avons pris les trois médaillés du trophée Hassan II, plus la meilleure Sorba de chaque région, parce que la vocation du Salon du Cheval, c'est qu'il y ait au moins une Sorba par région. Donc on a pris la meilleure Sorba de chaque région en fonction des notes obtenues au cours des compétitions officielles organisées par la Société Royale d'Encouragement du Cheval et la Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres.